بالتأكيد أنت تتحدث عن غزو أمريكي للعراق تم 2003. مثل هذا الغزو لن يتم بشكل أو آخر، ولا حتى بشكل مؤقت أو بشكل محدود. يعني نحن نتحدث أن وقتها كان هناك أكثر من 300 ألف جندي أمريكي تواجدوا في العراق، وأنت تدرك ذلك. نحن نتحدث انخفاض الأعداد الهائلة من القوات الأمريكية في كل المنطقة، وليس فقط في العراق أو منطقة بشكل عام، حتى سوريا. فنحن وبالتالي كان هناك الإشارة أن ما تم تجيشه أو تواجده في العاصمة الأمريكية في التنصيب من 25 ألف جندي أمريكي أو قوات بشكل أو آخر كان أكثر من تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان وسوريا والعراق. فبالتالي ولا يجب أن ننسى أن الرئيس أوباما والإدارة الديمقراطية من قبل وإدارة ترامب من بعد لم تفكر أي من هذه الإدارات في معاودة التواجد العسكري بهذا التعدد الضخم. فالعملية العسكرية كما أشرت أو كما اقترحت أو كما نوهت في حديثك عن وما هو الفارق ما بين ما يحدث الآن وما يحدث، أن أمريكا ليست مستعدة بشكل أو آخر الدخول في مغامرة أو مقامرة عسكرية، بالتي يعني لا أقول أنها تتمناها، ولكنها حتى تتوقعها.